وهنجيب كده بوله كبيره، حاجه بقى كبيره اللي هنتبل فيها الفرخه بتاعتنا. احط اول حاجه بسم الله اللبن. طبعا اللبن اصلا في تتبيله الفراخ المشويه في الفرن عالمي. بعد ما حطيت اللبن هنزل بالخل زي ما اتفقنا، معلقتين كبار خل. كمان اصلا هيطريلي جدا جدا الانسجه بتاعه الفراخ. بصوا عليه سيكه بس هيبتدي يقطع اهو، هوريه لكم كده ابتدى يخرز معانا. بصوا اهو شايفين قوامه تقل ازاي، ابتدى يديني حاجه زي الكريمه كده بالشكل ده. نضيف كمان عليه عصير ليمون هيقطع اكتر واكتر. دي ميه بصل وعصير ليمون اهو، ضيفوا عصير ليمون يا جماعه في المقادير. بصوا شايفين القوام بقى عامل ازاي، هكذا كانك بالظبط حاطه كريمه. نزود بقى ميه بصل، وبعد كده هناخد بسم الله ثوم مفروم، بيدي برضو طعم حلو قوي للخلطه بتاعتنا. ونقلب، الريحه ابتدت تطلع حلوه قوي، ولسه ما حطيناش مجموعه التوابل والبهارات كمان بتاعتنا. هننزل بالزيت، كل ما ننزل بمكون من المكونات اللي موجوده في المقادير ندي تقليبه اهو. يبقى انا الاول نزلت باللبن والخل وسبتهم شويه على بعض، وبعدين خدت شويه من عصير الليمون وميه البصل ونزلت بيهم برضو على اللبن بالخل. وبعد كده خدنا الزيت وخدنا ثوم مفروم، وادي الصلصه كمان عشان تدي بقى ايه لون مميز جدا، لون الشوي بتاعنا. قلبي كده كله في بعضه. بعد كده مجموعه التوابل والبهارات بتاعتنا، هنبتدي الاول بالملح والفلفل. ادي الفلفل نزود شويه، وكمان الملح. اظبطي بقى الملح كده علشان طعم الفرخه يبقى هي والخضار كده متبل حلو ما شاء الله عليهم. ماشي كده. عندنا ايه تاني؟ عندنا كزبره، وعندنا كاري، والكركم، وبعد كده بابريكا عشان تديني طعم التدخينه للفراخ بتاعتنا. بصوا بقى لون التتبيله هيبقى عامل ازاي. ملح وفلفل، كزبره وكاري وكركم وبابريكا، قلبوا كده كويس اهو في قلبوا بعض كده. هتطلع لك ريحه دلوقتي بقى وانت بتقلبي كده عالميه ما شاء الله عليها. بس كده يا جماعه، ادي الفرخه هناخدها كده على الظهر، وتفضلي كمان من غير ما تقولي. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ اهم حاجه عندي الـ الـ العمود الفقري او السلسله دي هنشيلها وهفتح الفرخه. فانا هوقف الفرخه كده وبالسكينه هاخد كده. بسم الله، السكينه عندك لازم تبقى حاميه. وهنزل كده شايفين ازاي، وبعد كده هاخد الناحيه الثانيه نفس الحكايه بالظبط. دقيقة واحدة كده، نفتح بس كده في كل حتة، نفتح كده لغاية نمشي كده مع السلسلة اهي بالشكل ده. بصوا طلعي السلسلة كده لوحدها الأول، وهو المطلوب أي دهون زيادة وأي جلد زيادة شيليه أهو بس كده. وبعد كده هنجيب الخلطة بتاعتنا اهي، وهدوس كده على الفرخه افتحها كده من جميع النواحي. وبصوا بقى بالسكينه كده وهعمل فيها فتحات كده بالشكل ده عشان تشرب الخلطه اهي، شايفين ازاي. بسم الله، وحتت الصدر اللي هي التخينه دي. وبعد كده هناخد الفرخه، هاخدها الاول كده على الظهر، تتبيله الظهر الاول. بصوا يبقى الاول انا نزلتها في الخلطه بالظهر، خلي ناحيه العظم كلها تتبل، وبعد كده رحت قلبها على الناحيه الثانيه بالشكل ده. هسيبها شويه ساعه بقى ساعتين على قد ما تقدري.